تحت عنوان يوم الشباب الإفريقي وبحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي اليونيسف، نظم الهلال الأحمر المصري احتفالية كبرى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بمشاركة عدد من الشباب من مختلف الدول الإفريقية المقيمين في مصر. النهاردة بنبص على الأنشطة اللي كنا بننفذها في مشروع تدريب اللاجئين على الصناعات الحرفية واليدوية، ففي شغل خيط، في شغل إبرة، في شغل أخشاب، في شغل رسومات، في شغل أكسسوارات، وفي السودان الشقيق ودول أفريقية أخرى عندنا ناس مقيمين في مصر اللي بقالوا سنة، اللي بقالوا سنتين، اللي بقالوا ثلاثة، وبندربهم على مهن في إطار إتاحة فرص عمل ودخل ليهم. احنا بنحتفل بأفريقيا زي ما حضرتك شايف، ومعانا طبعا سيدات وجايين من التجمعات المختلفة، جنسيات مختلفة إلى جانب جنسيات المصرية اللي موجودة معانا. الاحتفالية تهدف إلى تعزيز الاعتراف بالشباب كعوامل رئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع أنحاء المجتمع الإفريقي. الهلال الأحمر المصري طبعه بيشجع الشباب وبيبقى واحد من أهدافه أنه ينمي من قدرات الشباب في مختلف المجالات، وبالتالي احتفالنا بيوم الشباب هو شيء مش غريب، هو جزء من أهدافنا اللي احنا بنعمل عليها. احنا بنقوم بمساعدة الفئات الأكثر هشاشة زي المهاجرين واللاجئين في مجالات كتيرة جدا، أهم المجالات الصحية بنقدم لهم خدمات صحية عبارة عن الكشف الأولي، ممكن يبقى كشف أطفال، كشف نساء، كشف بطنة. وعلى هامش الاحتفالية افتتح معرض لمنتجات التراث الإفريقي التي ينتجها المهاجرون واللاجئون الأفارقة في مصر. احنا بنشوف حاجات، بنشوف معرض ومعروضات هائلة من الإخوة الأفارقة والخيامية والحاجات دي، بتاع حاجة مسهلة الحقيقة، كلها هاند ميد وشغل يدوي، الحقيقة معرض مبهر الحقيقة. سعيد جدا، ده فخر بالنسبة لي أنا أكون أشارك مع ناس الهلال. أنا مبسوطة جدا لأنه دي ثالث مرة بشارك معهم سنويا، أنا بشارك معهم طوالي، يعني المعرض هنا بيساعدني في حاجات كثيرة، لو كل ما أنا بشترك هنا بيساعدني في حاجات كثيرة. دعم المهاجرين الأشد احتياجا المتواجدين في المجتمعات المحلية في جمهورية مصر العربية وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية التي تراعي الاحتياجات الأساسية لهم، إلى جانب توفير سبل المساعدة على إعادة الروابط الأسرية، رسالة يسعى إليها الهلال الأحمر المصري طوال الوقت. محمد عصام، MBC مصر.